بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيد المرسلين حبيب اله العالمين ابي القاسم محمد وعلى ال بيته الطيبين الطاهرين صلوات الله عليهم اجمعين احييكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من برنامج هنا الكاظميه تجلت الرحمه الالهيه بولاده الصبط الامام الحسن المجتبى سلام الله عليه الحفل المركزي الذي اقامته الاماره العامه للعتبه الكاظميه المقدسه في رحاب الامامين الجوادين عليهما السلام بمناسبه ولاده الامام الحسن عليه السلام تفاصيل اكثر في هذا التقرير ولد الزكي فمرحبا بولادة فرحت بها الأيام في شهر رمضان الولاء بمناسبة ذكرى ولادة الإمام الحسن المجتبى عليه السلام أقامت الأمانة العامة للعتبة الكاظمية المقدسة حفلا جماهيريا تحت شعار يا معز المؤمنين احتفاء بهذه المناسبة العطرة نرفع إلى مقام صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف والى العالمين الاسلامي والانساني والى علماء الاعلام والى جميع الموالين والى مشاهدي قناه الجوادين اسمع ايات التهاني والتبريكات بذكرى ولاده الامام الحسن المجتبى عليه السلام في الحقيقه الامان العام, العام العتب الكاظمين المقدسه قد اقامت مهرجانا بل هو سلسله من النشاطات تحت شعار يا معز المؤمنين آه وتقصد به الامام الحسن عليه السلام الذي كان حقيقه هو آه عزا للمؤمنين عندما حافظ على دمائهم وحافظ على آه شيعته وعلى محبيه وبالتالي إقامة هذه النشاطات هو استذكار لصاحب هذه المواقف ولكي يكون قدوة وأسوة نستذكر بها ونلتزم بها ونكو يكون منهاجا لنا في سلوكنا في حياتنا بالنسبه خاصه للشباب باعتباره سيد شباب اهل الجنه مع اخيه الامام الحسين عليه السلام وهذا الحفل الذي ينير قلوب المؤمنين بولاده الامام الحسن عليه السلام وحضر الحفل جمع غفير من الزوار والذين تفاعلوا معه بشكل كبير حيث تضمن الحفل العديد من الفقرات والقصائد الدينيه والاناشيد ومشاركه العديد من المنشدين والشعراء لاحياء هذا الحفل الجماهيري البهيج. نهنئ العالم الاسلامي اجمع والحج المنتظر عجل الله فرجه الشريف ومراجعنا العظام بمناسبه ولاده الامام الحسن كريم اهل البيت. ففي هذه المناسبه الطيبه نهنئ العالم اجمع العالم العربي والاسلامي في ولاده كريم اهل البيت الامام الحسن، هذا الامام الذي كان كريم بعطائه من الناحيه العلميه والاخلاقيه. ونسأل الله تعالى أن يمن على جميع الشعوب السلام لا سيما الشعب الفلسطيني المضطهد في هذه الأيام في الأشهر الحرم في شهر رمضان هذا ويعد الحفل الجماهري الذي أقامته العتبة الكاظمية المقدسة بمناسبة ولادة الأئمة الأطهار عليهم السلام حدثا هاما له العديد من الإيجابيات حيث ساهم في نشر تعاليم الأئمة المعصومين عليهم السلام وترسيخ القيم الإسلامية لبرنامج هنا الكاظميه حيدر الراد اقامت الامانه العامه للعتبه الكاظميه المقدسه محفلا بمناسبه ذكرى ولاده الامام الحسن المجتبى سلام الله عليه على كورنيش الكاظميه تفاصيل اكثر في هذا التقرير في أجواء إيمانية مباركة أقامت الأمانة العامة للعتبة الكاظمية المقدسة محفلا بهيج في منطقة كورنيش الكاظمية بذكرى ولادة كريم أهل البيت عليهم السلام الإمام الحسن المجتبى عليه السلام وتحت شعار يا معز المؤمنين أقمنا هذا المحفل المبارك في هذا المكان الكورنيش كورنيش الكاظمية وهذا المحفل كان بمناسبة مولد الإمام الحسن عليه السلام حيث اقامت العتبه الكاظميه المقدسه عده محافل في اماكن متعدده، قسم منها في بعض المحافظات وفي بغداد، والحمد لله تكللت كلها بالنجاح والتوفيق وبحضور من الناس وكان حضور مبارك. نسال من الله تبارك وتعالى ان يوفقنا لخدمه هذا الامام المعصوم والمظلوم في الحقيقه، الحسن سلام الله عليه عاده قليل ذكره في السنوات ومناسبات قليله تكون للامام الحسن. فسعت العتبه الكاظميه المقدسه ان تحيي كل هذه المناسبات بخير وعافيه وبركه نسال من الله تبارك وتعالى لنا ولكم دوام التوفيق بمنه وعطائه وكرمه انه ارحم الراحمين. وتضمن هذا الحفل البهيج العديد من الفعاليات الترفيهيه من الشعر والاناشيد بالاضافه الى المسابقات وتوزيع الهدايا التي تهدف الى نشر البهجه والسعاده بين الحاضرين. وحضر هذا الحفل عدد كبير من اهالي مدينه الكاظميه المقدسه. نهنئ مولانا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف ومراجعنا العظام والعالم الاسلامي اجمع وبالخصوص الاخوه خدام العتبه الكاظميه المقدسه بولاده سيدي ومولاي الامام الحسن بن علي المجتبى صلوات الله وسلامه عليه ونسال الله بحق هذه الولاده المباركه أيها يعم الأمن والأمام في ربوع عراقنا الحبيب والعالم الإسلامي أجمع بحق محمد وآله الطاهر حقيقة إحياء لذكرى مولاي الإمام الحسن بأبي وأمي سلام الله عليه كذلك الشكر الموصول للعتبة الكاظمية المقدسة والجنود المجهولين حقيقة خلف الكاميرات الله يوفقهم إن شاء الله لما فيه الخير والصلاح إن شاء الله وستكون مشاركة لمولاي الإمام الحسن بأبي وأمي قول اهدي الصلاوات وأسكت التحيات وافرح بمولد امامي للحسن ابع السلام سارح بشوق القلب وبطيبة الذات واكتب انواع الجمل واحلى العبارات للامام المجتبى فرحان الروح عالي وبد ما سكت صوت الصلاوات روح المسيا تهن الزكية وفاطمة تسمع كلامي للحسن أبعث سلامي للإمام الحسن المجتبى عليه السلام مكانة في قلوب المؤمنين لإحياء ذكرى ولادته العطرة من خلال إقامة الحفل البهيج الذي خلق جو من الروحانية والإيمان بين الحضور لبرنامج هنا الكاظمية حيدر رائد تستمر وحدة التدريب والتأهيل العلمي في العتبة الكاظمية المقدسة بإقامة الدورات ودورة إعداد المدربين وصناع القادة في مختلف المجالات. تفاصيل أكثر في هذا التقرير. بعد الأيام التي قضيت في دورة إعداد المدربين الدوليين التي أقيمت لخدام موسى والجواد عليهم السلام من مختلف الأقسام والشعب والوحدات، أجرت أكاديمية الوارث الاختبار النهائي من أجل تقييم المشاركين في تلك الدورة. طبعا قامت الامانه العامه العتبه الكاظميه المقدسه بالتعاون مع الامانه العامه العتبه الحسينيه المقدسه دوره اعداد المدربين لكوادر من العتبه الكاظميه المقدسه طبعا هذه كوادر اختيرت بعنايه وفق اختبارات جريت لهم تم انتخاب ما يقارب 15 شخصيه لهذه الدوره آه طبعا خضعوا هذه ال 15 شخصيه لاختبارات عديده آه بعدين تأهلوا إلى الدورة قيمة الدورة على مرحلتين مرحلة قيمة في كربلاء المقدسة والمرحلة الثانية اختتمت في العتبة الكاظمية المقدسة أربعة عشر منسوبا للعتبة الكاظمية المقدسة دخلوا في دورة إعداد المدربين والتي أقيمت بالتنسيق ما بين أكاديمية الوارث ووحدة التدريب والتأهيل العلمي في العتبة الكاظمية المقدسة واليوم هو يوم الختامي لهذه اللجنة حيث شكلت لجنة من من أكاديمية وارث وكذلك من التدريب والتأهيل العلمي التابع لعتب الكاظمية المقدسة من أجل اختبار هذه المجموعة والآن نحن مستمرين باختبار هذه المجموعة وإن شاء الله يتم اختيار الأفضل والأحسن للمشاركة بعدة أعمال لخلق جيل من الإداريين والخدمين على مستوى عالي يليقون بخدمة زوار الإمامين الهمامين الكاظمين عليهم السلام الاستفاده من تلك المحاضرات التي كانت على مرحلتين تعد فرصه لزياده الوعي الفكري والثقافي للمستفيدين منها حيث تلقوا سيلا من المعلومات التي تعزز من إمكانياتهم في مختلف الجوانب كعتبة كاظمية المشكورة قدمت كل الخيارات الممكنة وكل التسهيلات الممكنة لنا كمتدربين عملنا على مدار أسبوعين من التدريب المتواصل في بغداد وكربلاء أعددنا ثلاث حقائب تدريبية أثناء فترة التدريب الآن بالاختبار كملنا حقيبة تدريبية أنا يعني كنفسي أعديت حقيبة تدريبية عن الحرب النفسيه وتطرقت للجوانب الخاصه بالحرب النفسيه وكيفيه المعالجه من الحرب النفسيه. الحمد لله انه اختتمت هذه الدوره، ننتظر بعد نتائج الدوره. تعد تلك الدورات من ضمن البرامج التطويريه التي يضعها القائمون على العتبه الكاظميه المقدسه والتي بدورها تعمل على اكتشاف طاقات جديده لتقديم الخدمات لشرائح المجتمع كافه. لبرنامج هنا الكاظميه علاء الانباري ببركات كاظميه ونفحات جواديه أقامت الأمانه العامه للعتبه الكاظميه المقدسه حفل ولاده الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه في مدينه الحله في محافظه بابل، وتم تكريم الطلبه المتفوقين الأيتام. تفاصيل أكثر في هذا التقرير. في أيام ولادة السبط الأول لنبينا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم وبتعاون مع الهيئة العليا لمشروع الحلة مدينة الإمام الحسن عليه السلام ومؤسسات العين للرعاية الاجتماعية تقيم الأمانة العامة للعتبة الكاظمية المقدسة محفلا بهيجا في هذه المناسبة العطرة في الحقيقة عندما نرى خدم العتبة الكاظمية المقدسة في مدينة الحلة مدينة الإمام الحسن المجتبى فهذا يعني أنه هو يوم الثالث عشر من شهر رمضان المبارك حيث اعتادت الأمانة العامة العتبة الكاظمية المقدسة في هذا اليوم من كل عام وللمرة العاشرة لعله المرة العاشرة يعني تقيم هذا المهرجان في هذه المدينة المباركة لإحياء ذكرى ولادة الإمام الحسن المجتبى وهذه المدينة التي حملت اسم هذا الإمام المعصوم وإحياء لهذه الذكرى لهذا الإمام المظلوم حقيقة وبمشاركة جميع جميع الفعاليات تقام من قبل خدم العتبة الكرامية المقدسة أيضا مع هذا المهرجان وهذا الاحتفال سيكون هناك تكريم مثلما اعتادت الأمانة العامة في العوام السابقة على تكريم الأيتام المتفوقين المسجلين لدى مؤسسة العين إن شاء الله تعالى نسأل الله الحفظ لبلدنا العزيز وإدامة هذه المهرجانات لإحياء ذكر أهل البيت عليهم السلام. وتنوعت الفقرات في هذا المحفل المبارك الذي كان تحت شعار "يا معز المؤمنين" فمنها الإنشادية والشعرية ختمت بتكريم خدم الإمامين الجوادين عليهما السلام للأيتام المتفوقين في المدينة. بدأ نبارك لكم أيام شهر رمضان المبارك وأيام الولادة المأمونة للإمام الصبت الحسن المجتبى عليه السلام. طبعا شاكرين تعاون العتبة الكاظمية المقدسة مع مؤسسة العين للرعاية الاجتماعية واهتمامهم بشرائح الأيتام التي بدأت أيضا بداية بشرائح أيتام الحشد الشعبي وأيتام الشهداء بصورة عامة والآن وللسنة العاشرة على التوالي يتم تكريم أيتام المؤسسة الذين هم متفوقون على المستوى الدراسي طبعا هذا تشجيع لهم على الدراسه والمثابره والجد والاجتهاد فجزاهم الله الف خير عن هذا العمل. اقدم خالص شكري وامتناني للعتبه الكاظميه المقدسه وذلك لاهتمامهم بايتام مؤسسه العين وذلك للسنه العاشره على التوالي وتكريم المتفوقين منهم وقد تم تكريمي من ضمنهم قبل قليل وهناكم بولاده الامام الحسن المجتبى عليه السلام. في ايام ولاده كريم اهل البيت عليهم السلام. نرى خدم العترة الطاهرة يرتحلون إلى كل حدب وصوب من أجل أحياء أمر سادتهم الكرام ومشاركة المؤمنين في أفراحهم وإدخال الفرحة على قلوب الأيتام في هذه المناسبة البهيجة لبرنامج هنا الكاظمية علي أركان الصحاف تحت شعار معز المؤمنين أقامت الأمانة العامة للعتبة الكاظمية المقدسة حفلا بمناسبة ولادة الإمام الحسن المجتبى بالتعاون مع منتدى الإمام الحسين الثقافي ومؤسسة العين للرعاية الاجتماعية حيث تم تكريم الطلبة المتفوقين من الأيتام تفاصيل أكثر في هذا التقرير اعلنت الارض والسماء تجدد افراحها بذكرى ولاده الصبط الاول للنبي الاكرم صلى الله عليه واله وسلم وبهذه المناسبه العظيمه اجتمع العاشقون في ناحيه الدبوني ليجددوا العهد في اقامه احتفاليه بهيجه بهذه المناسبه السعيده حقيقه من فعاليات الاسبوع الخاص بالامام الحسن الذي اطلقته الأمان العامه العام العتبة الكاظميه المقدسه تحت شعار يا معز المؤمنين لهذا العام حقيقة هناك عدة فعاليات وقيمة خلال هذا الأسبوع وعدة مهرجانات وقيمة داخل العتبة الكاظميه المقدسة وخارج العتبة الكاظميه المقدسة وكذلك خارج محافظة بغداد نحن اليوم نتشرف بحضور وفد من العتبة الكاظميه المقدسة من إعلاميين وعلاقات ورواديد ومشايخ وأفاضل إلى ناحية الدبوني هذه الناحية المجاهدة حقيقة التي قدمت من الشهداء الكثير في زمن النظام المقبول وكذلك في تصديهم لداعش التكفيري هذه المدينة حقيقة للعتبة لها دور في أكثر من مهرجان خلال السنة الاحتفالية سبقتها رفع راية كريمة آل البيت عليهم السلام في محافظة واسط من قبل خدم الإمامين الجوادين عليهم السلام حيث أقيم المحفل المبارك بإنشاد الأناشيد الإسلامية التي ترنمت بذكر صاحب المناسبة فضلا عن تكريم عوائل الأيتام والفقراء اسعد الله ايامنا وايامكم بولاده سيدي مولاي الامام الثاني الامام الحسن سلام الله عليه وضمن فعاليات العتبه الكاظميه المقدسه في هذه الايام المباركه ايام شهر رمضان الفضيل هي ايام ولاده الامام الحسن التي تتزامن في الخامس عشر من شهر رمضان المبارك حيث بدانا من الحادي عشر من شهر رمضان المبارك في عده اماكن ومحافظات في أكثر من مكان في محافظات العراق، واليوم لنا أيضا مشاركة في محافظة واسط ناحية الدبوني. حيث يقيم منتدى الإمام الحسين عليه السلام الثقافي التابع إلى العتبة الحسينية المقدسة وبالتعاون مع العتبة الكاظمية محفلا بولادة الإمام الحسن، ويتضمن هذا المحفل عصر هذا اليوم رفع راية الإمام الحسين الإمام الحسن عليه السلام وكذلك سوف يتم توزيع مبالغ ماليه على ايتام مؤسسه عين وهناك كلمات اخرى للعتبه الكاظميه ومعتمد المرجعيه نسال من الله العلي القدير ان يوفقنا لما فيه الخير والصلاح. في الخامس عشر من شهر رمضان المبارك بزغ قمر من الاقمار المحمديه فكان الكرم والسخاء من السمات التي اصبحت درسا لكل العاشقين حتى وصل كرمه التضحيه بنفسه من اجل تثبيت رساله جده المصطفى صلى الله عليه واله وسلم. لبرنامج هنا الكاظميه على الانباري. اخوتي اخواتي شكرا لطيب المتابعه وصلنا واياكم الى ختام هذه الحلقه من برنامج هنا الكاظميه على امل اللقاء في حلقات اخرى ان شاء الله. Thank you